القسطل. قرية القسطل هي قرية فلسطينية مهجرة بال 2 أبريل 1948 يعني بأوقات النكبة. صار في هجوم عسكري من قبل القوات الصهيونية على القرية، كانوا بدهم يستولوها علشان يستفيدوا من موقعها الاستراتيجي، لأن قرية القسطل تعتبر البوابة الغربية لمدينة القدس. صار في نزاع بين اليهود وبين المجاهدين العرب والفلسطينيين، كان قائدهم الشهيد عبد القادر الحسيني، بس بالنهاية القوات الصهيونية وقوات الاحتلال اللي هم اليهود قدروا انه يستولوا على القرية، مثل ما دمروا بيوتها وشردوا وهجروا اهاليها. دير ياسين قرية فلسطينية تقع غربي القدس. دخلتها العصابات الصهيونية المسلحة يوم 30 جمادي الأولى 1367 هجري، وقاموا فيها مذبحة بشعة بقيادة مناحم بيجان الذي اتصل مع السادات جائزة نوبل الإسلام، الذي حيث ذبحوا من أهلها 107 أشخاص بين رجل وامرأة وشيخ وطفل مثله بجثهم بشكل بشع، بقطع الآذان وتقطيع الأعضاء للأعضاء وبقر البطون، وألقوا بالأطفال في الأفران المشتعلة وحصد الرصاص كل الرجال، ثم ألقوا بالجميع في بئر القرية. كارونيا أو كالونيا وهي قرية فلسطينية من قرى القدس المحتلة عام 1948، تعتبر الآن ضاحية من ضواحي القدس الغربية، ولم يعد قائما سوى بعض المنازل في القسم الجنوبي الغربي من الموقع، وتم الحفاظ على مصاطب القرية وينبت فيها اليوم شجر اللوز. اشتهر القطامون في القرن التاسع عشر في الفن المعماري، ولكن في سنة 1948 احتلها اليهود. سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وكانت القرية تنقسم إلى 4 أحياء، وقد امتد البناء في موازاة الطرق التي تؤدي إلى عين كارم وعلى الجانب الشرقي من سفح الجبل في اتجاه وادي الصرار، وكان يقع قبالة القرية دير يسمى دير الجيس الجنوبي. من سيتك يا دار أهلي، من سيتك يا دار، كني بنسى دمي وجرحي، بنساك يا دار. من قرية صوبة، قرية صوبة تقع إلى الغرب من القدس، تبعد عنها 10 كيلومتر، وترتفع 57 مترا عن سطح البحر، ويرجع اسمها إلى كلمة الرومية صوبة بمعنى الجافة، وكانت تعرف عند الرومان باسم صوئيم، وفي عهد الفرنجة كان في موقعها حصن باسم بلومنت هدمه صلاح الدين الأيوبي. لجلك ساهر بالليالي ورشاشي بيدي، أنا وولادي وعيالي حتى تعود إلي. مهما طال الزمن سنعود إليك يا قرية المالحة. المالحة، المالحة هي قرية صغيرة في فلسطين تقع جنوب غرب القدس، هجر أهلها في عام 1948، تبعد عن القدس 5 كيلو. بنسيتك يا دار، كني بنسى دمي وجروحي، بنساك يا دار. الولجة قرية مقدسية دمرتها النكبة واستهدفها الاحتلال على الأراضي الممتدة جنوب غرب مدينة القدس. تتربع قرية الولاجة المقدسية بمساحة أصلية تتجاوز 17,000 دونم، سكنها العرب الكنعانيون منذ 5,000 سنة لوفرة مياهها وخصوبة أرضها، لكن حال القرية تغير بعد أن احتل 80% من أراضيها في النكبة، إذ هجر الاحتلال 3,000 من سكانها. من لهلي أشرف عودي لصوبك يا دار. منسيتك يا دار أهلي، منسيتك يا دار، مني بنسى دمي وجرحي، بنساك يا دار.
تنسى ربيع بلادي عكتاف الود.